إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. الرحمة والمغفرة لشهداء العالم جميعا، لا سيما شهداء العراق الأبرياء المظلومين. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، أحد الشهداء أخي وحبيبي وصديق دربي أبو جهاد رحمة الله تعالى عليه، والأخو اللي وياه بعد صديقنا، هم اثنين أصدقائي ولدنا وأخوتنا، يعني ربعنا بنفس الطريق نفس النهج. الثاني بالعناية المركزة، أما الأول استشهد، صار شذر مذر. أسأل الله أن يتقبلهم شهداء عند الله مظلومين، واللعنة الدائمة على الوهابية الأنجاس، لعنة الله عليكم. أي والله مع الأسف. هذا شمال المطي بالتويتر، لا ماتت ذيول إيران ولا ماتوا إيرانيين ولا ماتوا من الحشد، بس الفقير ما وقع بها ابن الخنادر، ولك ولدنا اثنين هم استشهدوا، هذا بالإنعاش انشل، وهذا رحمة الله على روحه أبو جهاد في دول العين راح يشتري ملابس، وتجي أنت جنابك اللي مقضيها دومنا مات